مسيرة الاتحاد تعني الكثير، والقبيلة قبيلة الخنبشي أول مشاركة لها في مسيرة الاتحاد، هي وكل القبائل، قبيلة الإمارات قبيلة وحدة مثل ما تفضل سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد حفظ الله ورعاه. عندنا أبيات مهداة من القبيلة ومن أعضاء القبيلة. سلام بو خالد نسل الشيوخ وقروم من نسل زايد، يوم زايد رسمها راسم لنا دولة رقت فوق الغيوم وأسس لنا دار ورفرف علمها، وإحنا يا بو خالد ترى في الأمر دوم، مداتكم يا شيخنا ما عدمها، الخنبشي يا سيدي طيب وسلوم قدام يوم الغير يرخي قدمها، يا آل نهيان الكرام وآل مكتوم يا شيوخنا فوق الجبال وقممها، نحن عيالك سيدي يعلك الدوم، وافعالكم يا سيدي من عدمها، وافعالكم يا سيدي من عدمها.